السلام عليكم. اهتزت ولاية تيزي وزو عشية اليوم الخميس على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها إمامة ورجل دين، وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل إعلام محلية، فقد توفي الإمام حمود بلال وهو ساجد بمسجد طارق بن زياد بلدية ماكيرة بذات الولاية، بعد أن قام شخص مجهول بإنهاء حياته بواسطة الحادة أثناء صلاة العصر. الحماية المدنية تنقلت على جناح السرعة، وبعد المعاينات الأولية تبين أن الضحية فارق الحياة لتنقله إلى مصلحة حفظ الجثث، بما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية وألقت القبض على المتورط والذي تبين أنه مجنون ولا يتمتع بمؤهلاته العقلية. إنا لله وإنا إليه راجعون.